تستمر معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنعهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية، حيث يواجه سكان القطاع نقصا كبيرا في المياه فضلا عن نقص المواد وظهور العديد من المشاكل الصحية. بالنسبة للمي مقطوعة كتير، يعني ما فيش مي، زي ما انتم شايفين الناس بتصف طوابير وبتلف الحواري عشان بس يجيب شربة مي لأولادها، ومشاكل بنعانيها حتى في مراكز الإيواء جوا، ما فيش لا في مي ولا في خدمات ولا في عناية ولا في نظافة، والصرف الصحي بين الخيام وفي الصفوف سببت أمراض للأطفال ولكبار السن اللي بيعانوا من مشاكل صحية. وزي ما انتم شايفين كمان ما في الشوارع كوام وفيش لا بلديات ولا وكالة بتهتم بالناس.